عبدو. السلام عليكم يا استاذ شاكر. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل. ليا معاك كلمتين يا استاذ شاكر. هو في بيني وبينك كلام يا عبدو؟ موضوع مهم عاوز اخلصه معاك يا استاذ شاكر. ولو اني يعني ما اعتقدش ان في موضوع بيني وبينك ممكن نتكلم فيه، لكن بما انك انت جيتني في ساعه زي دي فانا مضطر اسمعك. طيب نقعد يا استاذ شاكر عشان تسمعني على رواقه. ايه الموضوع اللي حدفك عليا الساعه دي؟ توقع اللي انت بتقوله ده يا عبدو. انا جيت عشان اخلص ضميري. فهمتك اللي حصل. تفهمني انك انت عندك ضمير يا حقير؟ انا تستغل ورقة بنت صغيرة وترجعها على الهرب وتسيبني السنين دي كلها عايش في قلق وخوف عليها وجاي دلوقتي تقول له ضمير؟ من حقك تقول له تعمل فيه اكتر من كده، بس هو ده اللي حصل يا استاذ شاكر. وبعدين سماحنا كانت بريئة ولا ساذجة، كانت بنت زي اي بنت نفسها تعيش حياتها، كانت مخنوقه من معاملتك ليها وما صدقت تلاقي فرصه عشان تهرب منك. انت اتعرفت عليها ازاي يا بيه؟ شفتها كم مره كده في الحته بس ما كنتش اعرف انها اختك. وبعدين لما كلمتها مرة على مرة اتجاوبت معايا وعرفت انها مش طايقة العيشة معاك. كنت بقى ما صدقت وشجعتها على الهرب مش كده؟ محدش بيعمل حاجة غصب عنه يا استاذ شاكر. وبعدين انا حكيت لك كل اللي حصل وانا بين ايديك اهو، اعمل فيه اللي انت عايزه. هي فين؟ ساكنة فين؟ عايشة فين؟ بتشتغل ايه؟ أنا هقول لك على سكتها وأنت منك ليها، أعرف منها اللي أنت عايز تعرفه. يا سلام، خايف أنت قوي وعندك ضمير ومش عايز تقول لي هي فين؟ بتشتغل ايه؟ ووصلت لإيه؟ مش كده؟ اطمن يا عبدو. أنا متأكد كويس أوي اللي تهرب مع واحد زيك أكيد دلوقتي في أسوأ حال. في حاجة تانية، أنا وهي اتجوزنا عرفي. والعادة ومعاها هي النسخة التانية، ما طلبتش النسخة دي. أنا هديك النسخة بتاعتي، هي خلاص ما عادتش تلزمني. خد النسختين يا أستاذ شاكر وقطعهم. هي خلاص ما بقتش على ذمتي. اديني العنوان، هات العنوان وغور من وشي، غور من وشي. انت عارف يا عبدو انت حظك كويس، كويس قوي. عارف ليه؟ عشان جيت لي كده وانت عاجز. انت عارف لو كنت جيت لي زمان انت في دوه واقف على رجليك انا كنت قتلتك. قتلتك، لكن انا هسيبك كده، هسيبك عاجز كده
سيبك بشكلك ده بتتعذب بعكسك زي ما سبتني السنين اللي فاتت دي كلها بتعذب بهروبها. هي ساكنة فين؟ عرفة؟ وحشتيني وحشتيني يا ملكة. يا سلام، وحشتك؟ ولا عملت عملتك وجاي تدار عندي؟ ايه ده؟ هي الأخبار لحقت توصلك؟ اسمع يا عرفة، أنا مش ناقصة مشاكل، وبعدين أنا فين اللي مكفيني؟ اهدي اهدي من غير زعبابة كده، تعالي بس نخش جوه وأنا هفهمك على كل حاجة. صدقيني ما تخافيش مني، أنا شخص سليم، وبعدين أنا مش ممكن أضرك أبداً. ده أنت اللي في القلب من جوه. يا لهوي على كلامك. طب افتحي. أفتح إيه؟ هتفتحي إيه؟ افتحي الباب. هتفتحي ولا أمشي؟ تعالى أما أشوف آخرتها معاك إيه؟ يا غلبي؟ آخرتها. آخرتها فلان إن شاء الله. يعني انت ما سرقتش؟ اخس عليك يا سالي، انا اسرق؟ طب حتى لو سرقت اسرق مين؟ برايت اخويا واولاده؟ طب بذمتك ده كلام؟ امال ايه اللي حصل؟ حظ طاكر، يا دوبك رحت انا ونجات عشان نصرف فلوس المرحوم من البنك، يا دوبك لسه بنخرج نجات قالت لي انا نسيت البطاقه جوه، قلت لها طب خش هاتيها على موقف لك تاكسي، يا دوبك حطيت الشنطه جنبي واشاور على التاكسي، لمحت اتنين كده شكلهم حراميه على رصيف التاني، يا دوبك عدوا خطفوا الشنطه ويا فكيك. وعملت ايه؟ اعمل ايه يعني؟ جريت وراهم. ولحقتهم على كده؟ قعدت هاتي واجري واقول يا ناس الحقوني يا ناس، اهو حراميه، امسك حرامي، امسك حرامي، امسك يا جدع، حل حوش فص ملح ودابه. يا لهوي حرام والله، مش عارفة ليه كده قلبي حاسس ان هو فيلم هندي. هندي؟ شفتي؟ وعشان كده انا مرضتش ارجع واقول لهم اللي حصل. اذا كنت انت اهو لا ليكي لا في الطور ولا في الطحين، ولا انا مضطر اكدب عليك وقلت كده. طب ايش حال بقى اصحاب الشأن كان هيقولوا ايه؟ وما عملتش محضر ليه؟ ما انا ما اقدرش اروح اعمل محضر، لان ممكن نجات تتهمني ان انا خدت الفلوس وخبيتها، وساعتها هروح في سين وجيم ونون. تصدق؟ حلوة قوي الحكاية دي. وديك يا اخويا عملت عليها بروفا معايا، روح بقى احكيها لمرات اخوك، صدقني هتصدق. سالي انا مفيش حد يفرق معايا في الدنيا دي كلها الا انت، عايزك تصدقيني. انا لو عليا مش فارق معايا اذا كنت صادق ولا كداب، انا كل الحكايه ان انا مش عايزه مشاكل، خصوصا بقى ان عبده بيدور عليك. عبده ايه وزفت ايه؟ عبده ايه؟ ده معفن ده، ولا ألف واحد زي عبده ده هيعطر فيا. ليه بقى؟ هتلبس طاقية إخفى؟ لا أنا أصلي ناوي أسافر